حاسة نفسي أتعلم أشياء جديدة غير اللي أتعلمها عادة. ورتني المعسكر تسجيل وشفت المجالات اللي فيها زي الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، 3D. عجبني بالبرمجة إنه كيف تسوي الشيء وما هو صعب عليك. حبيت 3D وحبيت الجيم. أول شيء يعني بدينا بتشبيك الأسلاك بالأماكن اللي يعني محددة عشان يشتغل، بعدين بدينا بالبرمجة عشان تطلع الصوت. على كل مرحلة يحط لي كود جديد، يعني المرحلة هذه لازم ألف فيها يمين أو يسار، يحط لي كود إنك تلف يمين أو يسار. أما إذا كان في كود واحد عندك تخلي الكود يلف 3 مرات عشان يروح المسار اللي أنت بيه. ما حسيت مرة يحفز، بس يوم ما جربت وسويت تطبيق كامل وخلاص خلصته حبيته مرة. طموحي إني أسوي تطبيق يخدم الناس كلهم. كبرت ودي أصير مبرمج جيم، أسوي لعبة كذا يعني كذا تستكشف المكان وكذا يعني طبيعة. اكتشفت إنه يعني يحطون بلوكات محددة عشان يصير اللعب بالشكل الزين. يعني متحمس اشوف اشياء مرة كثيرة. انا طموحي اني اصير مبرمج.